أول تصريح صحفي لها. والدة سعد المجرد تنفي الشائعات. إليكم التفاصيل. فمباشرة بعدما أعلن سعد المجرد قرار زواجه، انتشرت أخبار بكون أن والدته الفنانة نزهر الركراكي ترفض العروس. بينما أعربت الفنانة المغربية نزهر الركراكي والدة النجم المغربي سعد المجرد عن سعادتها عقب زواج ابنها من المغربية غيثة العلاك بعد علاقة صداقة دامت لسنوات عدة. ورغم كل التنمر وكل ما قيل عن غيثة العلاكي وعن سنها الحقيقي، صرحت الركراكي قائلة: الله يكمل عليه بالخير ويسعده ويسعد زوجته، هذه هي الأمنية لكل أم أنها تشوف ولدها بين إيدين أمينة، وغيثة هي اليد الأمينة اللي اطمأنيت أن ولدي معاها، صبرت ونالت. كما عبر بدوره سعد المجرد من خلال تدوينة نشرها عبر حسابه الإنستغرامي يتحدث فيها عن غيثة العلاكي بكل حب واحترام، ومعترفا بكل ما فعلته ومساندتها الدائمة له. وفي سياق آخر، فقد أشعلت كل من زوجة سعد المجرد غيثة ووالدته نزهر الركراكي مواقع التواصل بصورة تجمعهما معا، وأطلت الركراكي والعلاكي في صورة وهما تمسكان بيد بعضهما البعض، حيث بدتا بغاية السعادة وأنظارهما مشدودة صوب نفس الاتجاه. وأرفقت الفنانة المغربية هذه الصورة بتعليق جاء فيه: الله يكمل عليكم بالخير بالرفاه والبنين إن شاء الله. وبدورها قامت غيثة العلاكي بنفس الخطوة، حيث نشرت نفس الصورة وعلقت عليها قائلة: الله يخليك لنا.